أمين صلاح الدين، المواطن الفلسطيني يلي حاول حرق سيارة التاكسي يلي بيملكها وإحراق نفسه بالبنزين لأنه فشل بإقناع الشرطي بعدم تنظيم محضر ضبط بحقه كونه مترتب عليه مخيلفات ميكانيك. زين الدين كتب له عمر جديد ولكن وجعه صار 2، صعوبة تأمين لقمة العيش لأولاده 3 يلي أعمارهم تتراوح بين 2 و8 سنين، بالإضافة لإصابته بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة. قلتني أترجعش من الساعة، آخر شيء هجموا علي بدهم يضربون الدرك، بعت واحد راح جاب لي بنزين، حرقت حالي وحرقت السيارة. يعني ما حرقت حالي كربال، هذا بيحرق حاله ليخلص من هالدنيا. سيارتي بدها صوب، بدها تصليح، ما معي مصاري، بس هيدي هي انه اذا طلعت رجعت اشتغلت، بس انه ما يحجزوني. زين الدين هو عينة من معاناة لاجئين عايشين بهالبلد، هو فلسطيني خلق بلبنان وما عنده خيار الرجوع الى وطنه الام. بالشق الانساني الجميع متعاطف مع قصة امين صلاح زين الدين، ولكن بشق قانون العمل اللبناني يلي ما بيسمح للاجانب بالعمل بقطاع نقل البري ليحمي سائقي سيارات الاجرة اللبنانية من المنافسة الموجودة بقطاع عم بيواجه تحديات صعبة. زيادة عدد اللاجئين السوريين بلبنان لاكثر من 1,300,000 لاجئ هو ظاهرة شكلت خطر كبير على الاقتصاد اللبناني يلي ما عرف الاستقرار لسنين طويلة، وقطاع النقل كغيره من القطاعات مهدد بسبب العمال الاجانب. اللاجئ الفلسطيني او اللاجئ السوري في امور اشغال معينه يقدر يقوم فيها، بالزراعه، بعمال البطون يروح يشتغل فيها، ولكن خينا العزيز عم يسوق سياره تاكسي، انا هون القوى الامنيه عم يطلب محضر 200,000 لانه شيء مخالف. يوم قطاع النقل بلبنان باسوا حالته منذ سنه 43 لهلا، وايش المنافسه بهاي المشروعه. السائق اللبناني من هالازه ما اختلفت ابدا اوضاعه الاقتصاديه عن زين الدين، ولكن قرر يلتزم بالقانون على الرغم من الصعوبات اللي عم بيمر فيها. في منافسة قوية، انه في غربية كتير عم يشتغلوا وخط مش خطهم، وانا من 6:30 الصبح لهلأ طالع تاكسي ب20,000. صحيح زين الدين كان مخالف لقانون السير وقانون العمل، ولكن ما راح نحو المحظور وابى الا ان يختار لقمة العيش الشريف اللي اعالت زوجته واولاده. ولكن قبل محاسبة أشخاص مثل زين الدين يجب وضع قوانين منصفة للمساعدة مش للمحاسبة.